ودوني سيارتي ركبوني بروح البيت. نمشي. في اجراء لازم اتخذه العام ان شاء الله. قدروا فينا قدروا فينا يا علي. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وهذه حلقة جديدة من ملفات التحقيق. 5 ملايين ريال في حقيبة بحوزة أمين لخزانة أحد البنوك. يتعرض أمين الخزانة لحادث سطو من عصابة، وتستولي العصابة على المبلغ بالكامل، ويأتي المبلغ هنا ليقدم بلاغه في مركز الشرطة. السؤال متبادر إلى الذهن، ما الذي قاله المعتدى عليه في مركز الشرطة؟ وما الحقيقة الغائبة وراء وجود مثل هذا المبلغ الكبير بحوزته في مكان غير مأمون؟ أسرار تكشف عنها أحداث هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم. تفضل استريح. طال عمرك مصيبة، مصيبة حضرة الضابط، مصيبة الحقني. خير إن شاء الله، وش اللي صاير؟ في البداية أعرفك على نفسي طال عمرك. أنا أحمد وأعمل أمين خزنة في البنك، وكنت طالع في مهمة لأحد العملاء أسلم مبلغ 5 مليون ريال سعودي. 5 مليون؟ إيه نعم طال عمرك، 5 مليون ريال سعودي. كمل كمل. وأنا واقف في الإشارة طال عمرك، ما أدري كيف صارت في لمحة بصر ثلاثة شبان طال عمرك متلثمين جو عليه وعلى سيارتي وفتح الباب ورشوا عليه بخاخ أحمر. حتى طال عمرك هذا هو البخاخ باقي على شماغي، بإمكانكم تحللون وتشوفون طال عمرك. مجرد البخاخ جاء على وجهي طال عمرك دخت وفقدت الوعي في لحظة طال عمرك. يوم صحيت فجأة إلا الشنطة ما بعندي طال عمرك، أخذوها وهجوا راحوا. طيب يا أستاذ أحمد، تتذكر وين مكان الإشارة بالضبط؟ المكان طال عمرك طبعا اتذكره اشاره جنوب الخط السريع. طيب ما تتذكر اي معلومات عن الاشخاص؟ طال عمرك اللي انا اقدر اتذكر يعني العمليه كلها في لمح البصر طال عمرك، انهم ثلاثه شباب متلثمين ولابسين لبس سبورت رياضي، وكان واحد منهم طويل كذا اسمر طال عمرك، بس هذا اللي انا اقدر اتذكره. طيب يا استاذ احمد، احنا الان بناخذ منك جميع المعلومات اللي تخص الاشخاص، نبغى نرفع تعميم عاجل عن الأشخاص وعن الفلوس والشنطة. بعد كذا نبغى نروح أنا وياك لنفس الموقع. نطلع طال عمرك نطلع، بس تكفى الله يرضى عليك بسرعة، ودنا نتداركهم طال عمرك لا يهربون ولا شيء. يا أستاذ أحمد، أنت قلت لي أن المبلغ كان في شنطة، وش كان لون الشنطة؟ طال عمرك الشنطة كان لونها أسود اللي فيها المبلغ. طيب يا أستاذ أحمد، ما تتذكر وين كنت حاط الشنطة؟ إلا طال عمرك وأنا طالع الشنطة كانت في يدي طال عمرك، وركبت السيارة وحطيت الشنطة في المرتبة الخلفية طال عمرك. طيب يا أستاذ أحمد، اركب سيارتك واتبعني للمركز. إن شاء الله، أبشر طال عمرك. تفضل اجلس يا أستاذ أحمد. أحب أقول لك يا أستاذ أحمد أنه موقفك في القضية صعب جدا، يعني أنت كنت معنا في موقع الجريمة، ما لقينا أي شاهد أو دليل يؤكد صحة الرواية اللي ذكرتها. اللي صار طال عمرك كله في لمحة بصر، يعني بسرعة فائقة جدا، لحظات. معقولة موضوع مثل هذا عند إشارة وبشارع عام ولا أحد يشوفك؟ ما أدري طال عمرك، ما أدري. طيب يا أستاذ أحمد، في أحد يدري في البنك أنك طالع ومعك 5 مليون؟ لا لا لا، ما أظن. والعميل اللي بتسلمه المبلغ ما تتوقع أنه دبر لك هالمكيدة؟
لا لا، هو رجال محترم ومن ناس معروفين، أنا أعرفه، ما يسويها ما يسويها. طيب ما فيه أي شخص تشك فيه؟ لا لا، ما في أحد أشك فيه إنه يسويها. في المختبر الجنائي تم تحليل المادة الحمراء التي عثر عليها على وجه وثياب المجني عليه، وصدر تقرير شرعي يؤكد أن هذه المادة تحتوي على مركب منوم له أثر تخديري على الأشخاص الذي يتعرضون له. وبناء على الغموض الذي اكتنف هذه الجريمة ونظرا لخطورة أسلوبها الإجرامي وضخامة حجم مبلغ المفقود، تم تشكيل فريق عمل للتحقيق في هذه القضية، وبدأ فريق التحقيق في التدقيق كل ملابسات القضية، بدءا ببلاغ المجني عليه وما أفاد به حيال تعرض الاعتداء، مرورا بمسرح الجريمة الذي وقعت فيه الأحداث، ومحاولة الوصول إلى أي دليل يمكن أن يوصل إلى حقيقة اكتشاف غموض هذه الجريمة. حتى الآن القضية لا زالت غامضة وتحتاج منا جهد كبير إلين ما نوصل إلى الحقيقة. طال عمرك قضية مثل هذه لازم يكون فيها أثر أو دليل في مسرح الجريمة. صحيح، لكن الغريب إني رحت إلى مسرح الجريمة ومعاي الشخص المعتدي عليه ولا حصلنا أي أثر أو دليل. طيب وشهود عيان؟ للأسف ما لقينا أحد. طيب والمبلغ موجود؟ حنا ربطنا المبلغ بالكفالة الحضورية القوية حتى انتهاء التحقيق، ممكن نستدعيه في أي لحظة. كأنك كابوس، ماني مصدق، ماني مصدق ذا الخيانة كيف صارت وكل بسببك يا علي. والله العظيم يا أستاذ أحمد إن مالي دخل بالموضوع يا أخي، تنشق الأرض تبلعني ولا أخون صديقي، لكن ما عليك، هالمجرم الأفريقي ذا والله لجيبه. تجيبه من وين؟ تجيبه رجال سرقنا وراح حج، وين تلقاه فيه اصلا يا اخوي؟ نبلغ الشرطه. الشرطه؟ انا يا علي ما ابي من الشرطه الا شيء واحد، شيء واحد، انهم يقيدون القضيه ضد مجهول وارتاح وارتاح. وهذا اللي بيصير، بيقيدونها ضد مجهول بترتاح ان شاء الله. ما اظن، ما اظن، انا كل ما اطالع عيون المحقق احس انه يقول اني ماني صادق، وبعدين ودي اعترف له بالقضيه كلها وارتاح. أنت صاحي بتعترف تنكبنا؟ أقول أذكر الله، بس أذكر الله يا علي. أنت ما أنت بحاس فيه، ما أنت بحاس فيه، أنا ميت قهر، ميت قهر. كيف تحصل الخيانة ذي؟ شوية عصابة يضربوني ويحطون على وجهي مخدر ويأخذون 5 مليون، وليه؟ مقابل مليون واحد، قلعة الملايين كلها يا علي. وبعدين أنا وش ناقصني أصلا؟ وش ناقصني يا علي؟ أنا موظف وراتبي محترم وسيارتي فارهة وساكن بيت، ليش الطمع؟ ما أقول غير حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، ويوم ما شيتك هذا اللي أنا استفدت يا علي. اذكر الله يا أخوي أحمد، بإذن الله بنوصل لهم هالمجرمين دولة بإذن الله. طال عمرك ما تحس أن المبلغ كاذب؟ ممكن، ليش لا؟ وهذا احتمال قائم في القضية، وهذا الاحتمال محتاج إلى دليل يثبت أو ينفيه. والمادة الحمراء الموجودة على شماغه؟ ممكن تكون تمويه، لكن الحقيقة إن المختبر الجنائي أثبت إنها مادة مخدرة فعلا. أنا اللي أعرف إن المادة الحمراء المستخدمة هذه يعني مستخدمة بشكل كثير عند العصابات الأفريقية. صحيح، لكن لا زالت ملابسات الحادث غير مقنعة إطلاقا. أنا أقترح إن نعيد استجواب المجني عليه وتمثيل الحادث في مسرح الجريمة علشان نقدر نتأكد من صحة البلاغ. وهذا رأي طيب، على بركة الله. تدري والله ماني خايف إلا من خويك ذا يرتبش قدام الضابط ويورطنا مع الشرطة. إيش تبي يسوي له يعني؟ يذبحه؟ يا أخي ما قلت لك اذبحه، حرص على الرجال شوي، شوف شكله أنت مرتبش خايف ما أدري إيش فيه، حرص عليه شوي شد حاله. آخ بس أنا ما قهرني إلا هالمجرم الأفريقي، لكن بإذن الله بإذن الله لا أصله وانتقم منه. يا ابن حلال فكر من المشاكل، الحمد لله السالفة وعدت والشباب بخير ولا صار شيء، خلاص يا أخوي روق. لا بالله خسرت، خسرت شيء كبير. وش خسرت بعد؟ خسرت كرامتي ومصداقيتي، حنا يا أخوك بزمن
الضعيف ما يعيش مثل الغابة، البقاء للأقوى. والله ما ذبحك إلا ذا التفكير. الحين الشباب مضروبين ومسروقين وحالتهم حالة، وتقول لي البقاء للأقوى؟ ريح بس. يا أستاذ أحمد، أنت تدري إن كل مجرم له طريقة الإجرامية، فعلشان كذا أبغاك تمثل لنا الحادثة بالضبط. طال عمرك أنا كنت في سيارتي في نفس الموقع الإشارة اللي أنت شايفها الحين، وجاني المجرم الأولاني وفتح علي الباب من هنا. طال عمرك. وهذا أنا فتحت الباب. ورش علي مادة المخدر الحمراء. طال عمرك. وهذا أنا رشيت عليك. وجاء المجرم الثاني طال عمرك من هنا ولفت انتباه الشنطة، وسحبت الشنطة وضميت الشنطة على صدري. طال عمرك. وجاء المجرم الثالث وراء وخنقني وما صحيت إلا الشنطة مسروقة. طال عمرك. يعني الشنطة كانت في المرتبة الأمامية؟ اي نعم. طال عمرك. طيب يعطيك العافية أستاذ أحمد، أنا صراحة أحب أشكرك لأنك بصراحة اختصرت علينا مسافات طويلة وصلتنا للمجرم الحقيقي. اركب سيارتك والحقنا المركز على طول. سم سم. يلا تفضل. ما تلاحظ يا أستاذ أحمد إنه في شيء غريب في الموضوع؟ وش الغريب طال عمرك؟ هذا اللي حصل، هذا اللي حصل. يعني سيارة في شارع عام وعند إشارة مرور يتعرض سائقها للاعتداء بمادة مخدرة، وبعدها يفقد الوعي، وبعدين يصحى ولا في أحد انتبه عليه. ممكن تقول لي هالمسرحية وين صارت بالضبط؟ طال عمرك أنا ما أعرف المسرحية، بس المكان اللي حصلت فيه الحادثة أنا وريتكم إياه. طبعاً والشنطة لحظة الاعتداء كانت بجنبك، أنت أخذتها وحضنتها عليك. اي نعم اي نعم حضنتها 5 مليون. طال عمرك. يعني ما كانت الشنطة في المرتبة الخلفية مثل ما كذبت علينا أول جلسة. يا أستاذ أحمد، ملابسات الحادث وإفادات الشهود في مسرح الجريمة تثبت أنك متورط في اختلاس 5 مليون ريال، وجاي للشرطة تبغى تبلغ وتسر على جريمتك. نعم يا حضرة الضابط، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مظلوم، مظلوم يا حضرة الضابط، مظلوم. وأنا بقول لكم كل القصة يا حضرة الضابط، وكل اللي صار على 5 مليون. وش القصة يا أستاذ أحمد؟ اللي حصل عصابة يا جماعة، التقينا بهم والسبب الطمع، وأنا ارتكبت خيانة عظمى حقي وحق وظيفتي، وكله بسبب الطمع. وين حصل هالكلام يا أستاذ أحمد؟ أبغاك تحكي لي بالتفصيل. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا حضرة الضابط، أنا بقول لك القصة كاملة. يا أخوي علي، المبلغ المطلوب كثير وكثير جدا بعد. يا أخوي يا أحمد، أنا قايل لك هذه شركة صينية وعندهم فايض دولارات، يبون يبيعونها بسعر رخيص مغري جدا. إيه بس يا علي وأنا أخوك، وش يثبت لنا هالدولارات دي ما هي مزورة أو عليها قيود؟ أفا عليك يا أحمد، أنت مدير بنك الحين ولا تفرق بين عملة مزورة والأصلية؟ لا تخاف، العملات أصلية ويمديك تصرفها بكل سهولة. بس يا علي والله في مغامرة ومغامرة كبيرة جدا وممكن نتورط. يا أخوي كيف مغامرة؟ كيف مغامرة؟ طبعا مغامرة ومخاطرة بعد. الحين تبيني آخذ مبلغ بهالحجم ومن خزانة البنك، وافرض أني ما رجعتها في الوقت المناسب، شيء طبيعي بيصير عملية اختلاس وبتورط أنا. تطمن، من هالناحية هذه الأمور مضمونة، كلها يومين والمبلغ يرجع كامل خزينة البنك وبجيبك 1 مليون ريال. إغراء، والله إغراء، 1 مليون ريال. طيب علي، من بيتفاوض معنا من الشركة؟ وكيل الشركة السيد صموئيل.
هو اسمه كذا صامويل؟ الله الله. والله إني تدري يا علي، خلاص حدد لنا مع موعد يا علي، حدد موعد وتوكل على الله. ابشر. جبت الفلوس؟ الله الله، هذه هي. وفي اليوم التالي قام علي باستئجار إحدى الاستراحات الخاصة لتكون هذه الاستراحة مسرحا لأحداث العملية. تفضل يا سيد صامويل. أشكرك أشكرك. ويلكم. ثانك يو سير. وهذا سلمك الله مكان اجتماعنا. أوه إذا هذا ممتاز. يبدو أن الوسيط الأفريقي في غاية الحذر. هل يوجد مخرج غير المخرج هذا؟ في المدخل هذا والمدخل حق بركة السباحة. أوه ممتاز. إذا يا سيدي سوف يكون اجتماعنا في تمام الساعة 9:30 مساء. إن شاء الله بإذن الله. أوكي. حياك الله يبا. يا هلا. أوكي. يا. عيونه تدور في المكان لتدرس تفاصيل موقع تنفيذ العملية. يعاين طبيعة المنزل، نوافذ الغرف والصالون، حتى بدا وكأنه ينوي شراء المنزل لا شراء الريالات. أبشرك سيد صامويل، اتفقت أنا وياه بكرة إن شاء الله الساعة 9:30 بالاستراحة اللي سجرناها. ممتاز ممتاز، وحنا جاهزين بعد. تمام. طيب وين المبلغ اللي معك؟ وش مبلغ يا علي؟ مجنون أنت، مجنون. 5 مليون، 5 مليون تبيها معي هنا؟ ما يخصك، المبلغ يكون معي قبل أن قابل الرجال. تمام. وعلى العموم ترى أنا اتفقت مع 3 شباب بدي قارد كذا على أساس نأمن الحماية للاجتماع، أقدر لو صار أي شيء ولا شيء. إلا ضروري ضروري الحماية يا علي والحرص. ابشر. جاك العلم هذا الرجال وصل؟ لا والله الفلوس وصلت. ولا صادق. ننتظر ونشوف. يلا حيه اسفرت وانورت. يا هلا والله، حياك الله. وشلونك استاذ احمد؟ عساك بخير. تفضلي تفضل. تعال. سم. جاهزين؟ اي لا لا جاهزين ابشرك. طيب سم صوماليك ذا وينه؟ لا لا صوماليل ما ادري شو اسمه. اي هذا سلم كره له 5 دقائق واصل من داخل. وعشان اطمنك ترى الاشياء ذولا قلت لك جبتهم على اساس ان شاء الله الامور تكون طيبه. طيب ثواني بس اجيب الشنطه. يلا. يلا حياك. تفضل تفضل طال عمرك. الله يسلمك. تفضل. أمان أمان. تفضل تفضل يا شباب تفضلوا حياكم. يلا حيا تفضل. الله يبارك فيك يا أخ علي ما شاء الله. تفضل يبا. سفرت ونورت وسهلت وانطلت. حياك الله. أهلا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا. أعرفك أستاذ صامويل مندوب الشركة الصينية بالرياض، الأستاذ أحمد مدير البنك. تشرفنا بمعرفتك. تشرفنا. تفضل استريحوا. حياكم الله. هل المبلغ موجود لديك؟ نعم نعم طال عمرك المبلغ موجود لدي. تمام. أجل بخليكم تأخذوا راحتكم. الشباب موجودين هنا يا أستاذ أحمد على أساس تطمن أكثر. لا تفهم غلط، لا تفهمنا غلط أستاذ صامويل، يعني أساس إنه بس المكان يكون مرتاحين ومروقين فيه. أعتذر. عن إذنكم عن إذنكم. ايوه مرحبا. ايوه تفضلي. تاكد من صحتها. لا شك صحيحه 100%. اوه
وش ذا؟ يا ولد مسلحين هذول. ها؟ الله يستر. اجلس بس اجلس. تبي تموت؟ راح انزل انا ماني ميت. لا 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 يا اخوي. انزل 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 انزل. انزل. وايضا انا متاكد من صحة كل اللي معي. بعدما تاكدت من صحة نقودك. فلوسي! لا! لا! امسك 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 امسك. اسمع يا عزيز. إنني بالخارج أنتظرك. أوف أوف أوف. شف 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 شف. الشنطة. اطلعوا معهم الشنطة. ضاع تعبنا كله. شغلك 100%؟ يا أبو هجاد. كيف إن شاء الله عجبك؟ ممتاز. سوف أتصل بك لاحقا. انتظر اتصالك. اوكي. انزل حوالك. اهجد اهجد ما تعرف تسكت. الله 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 الله. أحمد سلامات. وش اللي صار أحمد؟ أحمد أحمد أنت بخير؟ أحمد لا حول ولا قوة. فكي من حالك أحمد. فكوني يا علي فكوني. أحمد شو اللي صار؟ يبا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. شو اللي صار؟ ضحكوا علينا يا علي ضحكوا علينا. فك الثاني فك الثاني علي. ها نكلوا علينا وقدرونا وخذوا الفلوس. لحقوني لحقوني علي علي بسرعة الحين. ودوني ودوني سيارتي وأنا أعرف أتصرف. أمشي أنا أعرف أتصرف. في إجراء إجراء ضروري أتخذه الآن. قم قم ضروري أتخذ الإجراء. إن شاء الله ما يفلتون. قم قم. شو يدي يدي. ودوني سيارتي ركبوني بروح البيت. نمشي. في إجراء لازم أتخذه الآن. إن شاء الله. قدروا فينا قدروا فينا يا علي. وهذا كل اللي صار في آخر لحظة في الاستراحة المشؤومة اللي بسببها اختلصت 5 مليون ريال سعودي. بعد اعتراف المتهم الأول باختلاسه المبلغ تم القبض على شركاء في الجريمة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بمشاركتهم في الجريمة، وتطابقت أقوالهم مع أقوال المتهم الأول في جميع أحداث القضية. يا جماعة الخير في لبس بالموضوع. ما تستاهل كربشات يا جماعة. اذكروا الله اذكروا الله. يا جماعة يا جماعة الخير لحظة يا جماعة لحظة. أنتم غلطانين يا جماعة الخير. لابس بموضوع والله مظلوم. سم ما تعرفت على أي أحد من المجرمين؟ للأسف لا. حضرة الضابط كانوا كثار وعددهم وفي الليل ما قدر نميز بين الأشكال متشابهين. ما أدري ما أدري. وانت يا حماد؟ والله يا حضرة الضابط كنت متخدر، بس سمعت في واحد يقول بسرعة يا أبو هاجد زي كذا. أبو هجاد؟ إيه صح هذا هو. يا نقيب حمد تتذكر أبو هجاد؟ إيه اللي قبضنا عليه السنة الماضية حادثة إطلاق النار. أبغاكم تطلعون لي من تحت الأرض، وأبغاكم تراقبون تحركاته في الأيام الأخيرة. أي شيء جديد في الموضوع تبلغوني. يعطيك العافية. بدأ فريق التحقيق في التحرك الفوري للإيقاع بالعصابة التي هاجمت المتهمين وأستولت على المبلغ. قام رجال التحريات والبحث الجنائي بتضييق دائرة البحث لتتركز على عدد من المشبوهين وأرباب السوابق. كان من بينهم هذا الشخص المشبوه والذي تحوم حوله الشبهة، أبو هجاد. أثبتت التحريات أن هذا الشخص المشبوه يتردد على مجموعة من الأشخاص ويجتمعون في أحد المواقع. من داخل اللي جاي
قبل ما تصب كل الوطن يا حبيبي قبل. أحد حرك ولا حركة. تم مداهمة موقع تجمع الأشخاص المشبوهين والقبض عليهم لاستجوابهم بشأن القضية. اقرأ لي المكتوب وبصوت عالي. بسرعة أبو هجاد. تكلم بصوت عالي. بسرعة أبو هجاد. بسرعة أبو هجاد. تأكد. والله وطحت وما حتسمى عليكم. يا عسكري. حدث تطور جديد في القضية. عثرت فرق البحث والتحري على سيارة مستأجرة باسم أحد المتهمين، وبتفتيش السيارة كانت المفاجأة بالعثور على مادة حمراء. أثبتت التحاليل المخبرية أنها مطابقة لتلك المادة التي تم رشها على وجه وملابس المعتدى عليه في القضية. شوف يا أبو هجاد، صاحبك اللي تعرفنا على صوته اعترف بكل تفاصيل الجريمة، والوانيت اللي استخدمتوه بالجريمة حصلنا فيها المادة المخدرة اللي استعملتوها. إنكارك للجريمة يعني إنك بتاخذ عقوبة السجن، وصاحبك الأفريقي راح يستمتع بالمال والأمان بالحالة. لكن لو تعاونت معنا بالقبض عليه هذا راح يفيدك كثير، وراح يفيدك بتخفيف العقوبة. اسمه سامويل، وأنا مستعد أتعاون معك. طيب يا أبو هجات، وأنا راح أشير لتعاونك هذا في أوراق القضية، وإن شاء الله راح تتم مراعاتك في الحكم. لكن الحين قول لي، الرجال يثق فيك؟ لا تخاف، يثق فيني ثقة عامية. طيب أنا بعطيك الجوال الحين وبيك تتصل عليه، وبغاك هادي وطبيعي، وبيك تحدد موعد معه. أهلا بك أبو هجاد. مرحبا صامويل. كيف حالك؟ عندي موضوع بيجيب لك ذهب، بس ما يصلح التلفون، لازم أقابلك. أوه، أين نلتقي؟ أنا بطلع الاستراحة الحين، إذا ما عندك شيء نتقابل بعد الساعة في الاستراحة. ديس أوكي، بعد ساعة من الآن. طيب، مع السلامة. باي. أكد مشاهدي الكرام، أسدل الستار على هذه القضية بالقبض على رأس الشر واعترافه بجريمته. في عالم البنوك والمال تبدو المغامرة سهلة المنال، لكنها صعبة المآل. من اؤتمن على الملايين فليس له أن يخون أمانته أو يحيد ذات الشمال واليمين. إنها عواقب المكر، مهما اشتدت المغامرة وأحيطت بالنصب والاحتيال فإن مصيرها إلى وبال. عواقب المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أما الصدق فهو المنجاه، وإن قلت في أعيننا فرص النجاح. في الختام تقبلوا مني أرق تحية، ولنا في الحلقة القادمة قضية. هذه
هذا الذيب يا زعيم. الذيب؟ الظاهر انك انت انجنيت او انهبلت. تبين اشتغل مع الهابيين؟ بديت حسود ترى هالفيديو هذا ابنشره بكل مكان. وش المصيبه اللي طاحت راس كثير؟